بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من نبي إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا لم ينقادوا ولم يستجيبوا ولم يستسلموا فربنا سبحانه وتعالى يشدد عليهم من أنواع البلايا، يشدد عليهم من أنواع البلايا من فقر أو جوع أو مرض أو غير ذلك. والحكمة في ذلك لعلهم يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. حال الإنسان دوما لما بيصاب بشدة أو بضيق أو بكرب فبيقف وقفة مع نفسه ثم بيعود يصحح المسار. فربنا سبحانه وتعالى يشدد على هؤلاء بأنواع البلايا عسى أن يستسلموا وينقادوا لشرع ربهم سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما جاء به الرسول من ذلك الحق. فإذا لم يستجيبوا وإذا لم يفهموا المقصود من هذه الابتلاءات، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم في المعايش ويوسع عليهم ويكثر لهم الأموال والأولاد. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى كثر المال والمتاع لغير ذلك، عسى أن يفقهوا أيضا الأمر. وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيضا لم يفهموا الحكمة من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم أولا بالضيق والشدائد، فلم يفهموا ولم يصححوا المسار. ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم في المعايش عسى أن يستجيبوا وينقادوا، فكذلك لم يفهموا الحكمة من هذا الأمر وظنوا أن هذه من أمور التي جرت بها العادة، أن الإنسان بيتقلب بين مرض وصحة، بين غنى وفقر، فقال أنها جرت العادة بهذا وأن الآباء كانوا يمرون بأمثال هذه الأمور، فأخذناهم بغتة هم لا يشعرون. وبالتالي لما لم يفهموا ولم يفقهوا ذلك الأمر، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم العقوبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الرخاء بيأتي مع إقامة الإنسان لشرع ربه سبحانه وتعالى، وأن البركات بتحل على الإنسان مع إيمانه ومع تقوى الله تبارك وتعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون الرخاء في العيش مع الإيمان والتقوى، كما قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى دايما الطاعة يبقى لا تستجلب السعادة للإنسان في الآخرة فحسب، ولكن الطاعة يستجلب بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى الطاعة يستجلب بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دعوة للحياة الطيبة، ده في الدنيا قبل الآخرة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن مقومات السعادة في الدنيا هي مقومات السعادة في الآخرة بالإيمان والعمل الصالح، دي المقومات. يبقى لو أراد الإنسان أن يعيش في سعادة في رغد من العيش عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى المعصية لها أثر، لها أثر على الزرع، لها أثر على الضرع، لها أثر على الحيوان، يبقى لها أثر المعصية. كذلك الطاعة لها أثر، لها أثر. يبقى الكون يتأثر بطاعة الإنسان ويتأثر أيضا بما يرتكب من معاصي ومخالفات. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مع الإيمان ومع التقوى بتحل علينا البركات من السماء والأرض. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام منزل كحكم عدل في نهاية الزمان، ويقوم بكسر الصليب وقتل الخنزير ويضع الجزية ويقضي على المسيح الدجال، ثم يكون القضاء أيضا يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج وماجوج في هذه الفترة، وأن عيسى عليه السلام حيقضي على هؤلاء عن طريق التضرع والدعاء. بعد ذلك بعد القضاء على يأجوج وماجوج بتنزل مطر من السماء تغسل الأرض، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة. يبقى البركة مع الإيمان والتقوى، البركة مع الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بكسبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى العقوبة بتنزل نتيجة الذنب وبترفع نتيجة التوبة. يبقى مع المخالفة بتنزل العقوبات، ومع التوبة بترفع هذه العقوبات. وبالتالي الإنسان يحرم من الرزق بالذنب بيرتكب الإنسان. إذا ارتكب الذنب فالذنب له أثر في رزق الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن صلة الأرحام يبقى بيزاد فيها في أثر الإنسان، وكذلك يزاد من خلالها في رزق الإنسان. يبقى ده زيادة حقيقية، يبقى هذه زيادة حقيقية، بركة حقيقية. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، زي احتراق عود الكبريت. يبقى في لحظة واحدة بتجد إن الساعة مرت، اليوم مر. ففي غالب الأحوال الإنسان بينظر كده، رتم الحياة بقى سريع جدا، والذي ننفذه من الطاعات أو من الأعمال قليل جدا. كنا ننفذ في الساعة أكثر مما ننفذ في الساعة الآن، فده تقرب الزمان. فقالوا هو تقرب حقيقي بالإضافة إلى نزع البركة من الزمان. يبقى نزع البركة من الزمان. اليوم هو اليوم 24 ساعة، يبقى ده كان من 100 سنة، من 1000 سنة اليوم 24 ساعة، لكن كانت الأعمال التي يقوم بها الإنسان في ذلك اليوم أكثر بكثير جدا من الأعمال التي يقوم بها في هذا الزمن أو في اليوم في الوقت الحالي. مع أن أنا وأنا والساعة هي الساعة، ولكن نزعت منها البركة وتقرب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة زي الشهر بالضبط، حساباتها عندنا زي الشهر، تمر السنة كأنه شهر بالضبط. يبقى ده من ناحية التقرب الحقيقي. ده بالإضافة نزع البركة من الوقت،
نزع البركة. يبقى الوقت فيه بركة، نعم. اليوم يقوم الإنسان به بأعمال كثيرة، بأعمال كثيرة، لكن بعد الانتهاء من العشاء نجد فطرة قليلة ويأتي الفجر، فلا يتمكن الإنسان من النوم ولا من قيام الليل ولا من قراءة الورد ولا استغفار ولا توبة إلا على الندرة، عنده كان في هذه الفطرة كان يؤدي عبادات كثيرة. هتكلم عن العبادات مش هتكلم عن الأعمال، عبادات كثيرة كان يؤديها في ذلك الوقت. ولكن ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ نزعت البركة من الأوقات، ده بالإضافة إلى تقارب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البركة مش شرط أنه هيبقى كثرة في المال، ولكن البركة تكون في هذا الطعام، البركة في البدن، البركة في الوقت، بركة سعة، يبقى هذا رزق. والبركة في الوقت بيتحصل الإنسان على العلوم الشرعية في هذا الزمن، هذه بركة في الوقت، لأن العلم ده رزق وفير، الصحة، صحة البدن غير ذلك، هذا أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا هم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى ده وعيد وتهديد لهذه الأمم المكذبة، يعني يأمنون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى أن يأتيهم بياتا وهم نائمون ليلا وهم نائمون في حال الغفلة، أو يأتيهم ضحا وهم يلعبون، يبقى في سعيهم للدنيا إلى غير ذلك، يأتينا في أي وقت كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى ممكن متى تطلع الشمس من مغربها؟ في لحظة، يعني الشمس أوشك أن تؤمر فتخرج من حيث أتت، فتخرج عند ذلك من المغرب، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإن كان الإنسان بيستبعد وقوع هذه العلامات فلا يستبعد أن يأتيها الموت أو خويصة أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في بعض الأحيان قد يتلاعب الأمر بالإنسان ويظن أن الساعة لسه مش هتقوم الآن، لماذا؟ في ساعات وفي أشراط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فقد يستبعد الإنسان هذه الآيات، لكن لا يستبعد أن يأتيها الموت في أي لحظة، لأنها كما ذكرنا قبل ذلك جميعا بننتظر الموت، جميعا بننتظر التنفيذ، مش هننتظر الحكم فينا بالموت، فقد حكم علينا بالموت وقضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت كما وهب لنا الحياة، فنحن جميعا ننتظر تنفيذ قضاء الموت، تنفيذه إمتى يأتينا؟ لا يأتيكم إلا بغتة كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في أي لحظة وإحنا جلوس قبل أن نقوم، قبل أن نقوم، قبل أن نستكمل الكلمة، إنسان هو بيتكلم كده قد لا يستكمل الكلمة ثم يأتيه الموت، قبل أن يقوم من مجلسه قد يأتيه الموت، قبل أن يخطو خطوات حتى يخرج من المسجد، كل ذلك أي لحظة، أي لحظة صالحة لأن يأتينا فيها الموت. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر: إياك وأن تأمن لمكر الله سبحانه وتعالى، فالعاقبة مطوية، فالعاقبة مطوية، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى المؤمن دايما على وجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأهل الطاعة الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أفأمنوا مكر الله، يبقى انتبه أن يستدرك الإنسان من حيث الغفلة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى الإنسان عقبة مطوية، لا تأمن إلى نفسك ولا تأمن إلى ما معك من إيمان ولا تأمن إلى ما أسلفت من أعمال الصالحة، لا تركن إلى ذلك. يبقى بصر الإنسان لا يغفل عن رؤية خط النهاية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى متى؟ إلى متى نقوم بهذا الإيمان والأعمال الصالحة؟ حتى يأتيك الموت. فقد يركن الإنسان إلى ما سلف من
الأعمال الصالحة. قد يرى في نفسه أنه قدم الأعمال كثير من الأعمال الصالحة، لا ترك إلى ذلك حتى لا يستدرك الإنسان، فالإنسان يخشى على نفسه رجوع قاقرة، يخشى على نفسه الانتكاسة، يخشى على نفسه أن ينحرف عنه الطريق أو ينحرف به الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن أحدكم ليعمل بعمل الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الحديث ده ما ينبغي أن احنا نغفل عنه أبدا. أهل الطاعات أحوج ما يكونون إلى رؤية هذه الرواية، مش هنقول أهل المعاصي، لا، أهل الطاعات أحوج الناس لرؤية هذه الرواية حتى لا تركن إلى نفسك ولا تركن إلى عملك ولا تستدرك من ذلك الجانب، لا تستدرك. يبقى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الطويل، فترة زمنية طويلة وهو على الطاعة ومنكب على الطاعات والقربات، ولكن حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، قطع المسافة إلا مسافة ضئيلة جدا بالنسبة لما مضى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الخطوة الأخيرة كان الانحراف، انحرف عن الطريق المستقيم، فمن يأمن؟ يبقى كل خطوة كده الإنسان بيبقى قلبه معلق برب سبحانه وتعالى أن أضع هذه الخطوة في الطريق المستقيم ولا أنحرف، أخشى على نفس الانحراف. يبقى كل خطوة احنا نتقدم كلما ازداد اضطراب وخوف المؤمن ان ينقطع عن الطريق. يبقى الكلام ده مش من بداية الطريق، يبقى في فرق ان احنا لمسنا الطريق المستقيم والهداية داخل الطريق، يبقى الهداية لمعرفة الطريق والحمد لله اكتبانا وهدانا ربنا سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم، هداية داخل الطريق، هداية داخل الطريق، وده يتطلب ان كل خطوة يبقى أؤكد على نفسي وأطمئن وأستعين بربي سبحانه وتعالى وأطلب المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى أن هذه الخطوة توضع على الطريق المستقيم ولا أنحرف، لأن الانحراف هتبقى خطوة كده ينحرف الإنسان لحظة غفلة تغافل، وبالتالي تخشى على نفسك الردة بعد الإيمان. يبقى المؤمن يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، لا يركن إلى نفسه، لا يركن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب أن أنا أسير على الطريق المستقيم ده لغاية خط النهاية، لغاية النهاية، لأن ممكن قبل النهاية بخطوة ينحرف الإنسان عن منهج ربي سبحانه وتعالى. يبقى كل ما احنا بنزداد خطوة في الطريق كلما ازداد خوف الإنسان، خوف الإنسان المؤمن أن ينقطع عن ذلك الطريق أو ينحرف، لأنه لا يأمن لنفسه، أمن الإنسان دوما مع ربي سبحانه وتعالى، لا يأمن لنفسه ولا إلى عمله ولا يأمن إلى ما معه من إيمان، ولكن أمنه كله بيأتي من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التسليم لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر بكليته للرب المعبود سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى لنا العبرة والعظة في الأمم السابقة وكيف حل عليها العقاب، ما نغفلش. المطلوب المسلم أن يعتبر ويتعظ، وإلى لماذا قص الله عز وجل علينا من أحوال الأمم السابقة؟ هل هي ده جانب تاريخي عشان نعرف التاريخ ونعرف ما سبقنا من الأمم على ظهر الأرض؟ لنأخذ العبرة والعظة، إن في ذلك لآية، عبرة وعظة. من يعتبر؟ المؤمن دايما بيعتبر. يبقى لما احنا بنقرأ عن نوح عليه السلام مع قومه وأن القوم قاموا بتكذيب نوح عليه السلام وردوا عليه ذلك الحق وما زالوا في طغيانهم وفي عتوهم حتى أتاهم ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى وكان الدمار والهلاك لهم والنجاة لنوح عليه السلام ومن آمن معه. يبقى ناخذ العبر والعظة، انظر إلى أثر
المعصية. إيه السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا كتب الله جل وعلا الدمار والهلاك؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كذبوا بآيات ربهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، لم ينقادوا ولم يستسلموا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فاحذر على نفسك. لما كلمنا في سورة البقرة عن قصة بني إسرائيل، كيف أن الله سبحانه وتعالى كما قال يعني وكما ذكر لنا ربنا سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قصتهم كما بينا أنهم كانوا يطبقون بعض أحكام التوراة وكانوا لا يطبقون البعض الآخر، يبقى كانوا بيطبقوا بعض أحكام التوراة، ده مش الكلام أمنوا ببعض أمور أو مسائل الإيمان وكفروا بالبعض الآخر، لا، ده هم فرقوا ما بين أحكام الشريعة. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قسموا الشريعة جانب من الأحكام أمنوا بها وكانوا يقومون بتنفيذها، والجانب الآخر يبقى كانوا ينحونها عن طريقهم العمل. لذلك كان التهديد والوعيد، تهديد وعيد في الدنيا والآخرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يوم القيامة بينتظرهم عذاب شديد، ده بالإضافة إلى العقوبة التي نزلت على هؤلاء القوم في الدنيا. يكفي أنهم باءوا بغضب ربهم سبحانه وتعالى وعليهم اللعنات، وهم في أراضي الأمم في مذاق في هوان في صغار، كل ده بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإحنا ننتبه، يبقى الإنسان ينتبه يأخذ العبرة والعظة، وإلا لماذا قص الله عز وجل علينا من أحوال بني إسرائيل؟ ليه؟ يبقى عبرة وعظة حتى لا نكون كأمثال هؤلاء القوم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين: أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم زي الأقوام السابقة، يبقى هم هلكوا ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ده قانونه القانون، يبقى مع العصيان تأتي العقوبة، مع العصيان يأتي الهلاك للإنسان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش آيات احنا بنقرأها أو قصة كده احنا بنقرأها أو بنحكيها وبالتالي بقى على سبيل التسلية أو التسرية، عبرة وعظة. خذ العبرة، خذ العبرة من ذلك، احذر أن تكون كأمثال هؤلاء القوم فتنزع عن عقوبة كما نزلت على هؤلاء القوم، احذر من ذلك. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يبقى احنا ورثنا الأرض عن الأمم السابقة، يبقى الأرض التي نعيش عليها كان هناك أمم يعيشون عليها. أين ذهبت الأمم؟ أين رحلت الأمم؟ الله تعالى أهلك هذه الأمم بذنوبهم. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم إيه؟ أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى استدرجوا من هذا الجانب، جانب الدنيا انشغل، شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا، شغلوا، وبالتالي حتى يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. يبقى يوم القيامة يبقى هذا المقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي استدرك من ذلك الجانب يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما هو المال والسلطان؟ هو ده الدنيا، الدنيا هي المال والسلطان، السعي وراء الجاه والسلطان وكذلك المال، حب الحياة وحب المال وحب أيضا الترأس والتربع. يبقى انشغل بذلك يوم القيامة هيظهر الندم، لكن ندم يعني فات أوانه، يعني هذا ندم أو تأسف وحسرة لا ينتفع بها الإنسان، نقول فقد فات الأوان، فات الأوان، قضي الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، خلاص ده إلى العقاب وإلى العذاب الأليم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم
فالكلام ده لما بنقرأه بنقرأ عن أحوالنا، الكلام ده الآيات دي موجهة إلينا إحنا اللي ورثنا الأرض عن أهلها. لو فعلنا ما فعلوا لا أنزل الله عز وجل عليه العقوبة كما نزلت على هؤلاء بسبب ما ارتكبوا من ذنوب وأثام ومخالفات. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يبقى الإنسان لا يفقه. يبقى الفهم ده نعمة من نعم الله عز وجل، الفهم عطية من عطايا رب سبحانه وتعالى، إن إحنا نفهم المقصود ونفهم الإرشاد والتوجيه ونعمل من خلاله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. دايما ما تنساش هذا الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا، لأن إحنا ممكن نرى الباطل هو الحق ونرى الحق أنه باطل فيلبس على الإنسان. فمن رحمات الله سبحانه وتعالى أن إحنا نرى الحق حقا، وندعو الله عز وجل أن نرزق المعونة في تنفيذ هذا الحق. وأيضا من الله عز وجل أن نرى الباطل باطلا، ومن المعونة الله عز وجل أن تجنب ذلك الباطل. اللهم أرنا الحق حقا، نشوف الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى الحق التبس علينا ظهر في صورة باطل احنا رأيناه كده، او ان هو الباطل ظهر كده لنا في صورة الحق فاحنا رأيناه كده، فبينطلق الانسان الى فعل ذلك الذي يراه حقا هو في حقيقته باطل وهو في حقيقته باطل. فمن نعم الله سبحانه وتعالى ان احنا نرى الامور على حقائقها، نرى الامر على حقيقته. يبقى ده باطل رأيناه فعلا باطل، هذا حق رأيناه حقا، وإلا كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شتان بين الأمرين، ده بيقول لك ما تفسدش، قال ده أنا مصلح، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. لا تنسى ذلك الأمر، هم يجهلون تماما أنهم من المفسدين ويرون في أنفسهم أنهم من المصلحين. يقولوا الأمر ده شتان، يعني شتان بين الأمرين، ولكن ده لبس عليه الأمر، ده نتيجة المرض الموجود في قلبي. فهو لا يقوى على التمييز، يعني لا يقوى على نور ده الحق هو بين والحلال بين والحرام بين. طب ازاي بيرتكب الحرام ده هو يلبس عليه الأمر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يطبع على ذلك القلب فهو لا يفهم ما يستمع إليه. ومنه ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ليه ما بيفهموش؟ ما احنا سمعنا زي ما هو سمعوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم فلم يفهموا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ليه ما فهموش؟ لأن موجود أغلف على القلب، في حاجز، يبقى حاله كحال النائم. النائم أنت مهما تكلمه النصوص واضحة، لكن هو في غفلة، النوم غفلة، وبالتالي هو يعني السماع موجود لكن هو لا يفقه لأنه في غفلة. كذلك أيضا ده طبع على قلبه. يفهم إزاي بقى؟ هيفهم إزاي؟ مهما تكلمه، مهما تكرر النصوص، ممكن يردد النصوص ويحفظ النص، لكن هو لا يعي ولا يستوعب مدلول ولا مفهوم ذلك النص. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يبقى ما يسمعوش سماع القبول والإجابة. وده المقصود من السماع، مش سماع الإدراك. سماع الإدراك أنا سامع اللي أنت بتكلمني بيه، أنت سامع اللي أنا بتكلم بيه، المهم أنك أنت تعمل تفهم المقصود وتعمل من خلاله. يبقى ده سماع القبول والإجابة، وده هيكون عن طريق القلب. لذلك لما كان هذا الحاجز بينه وبين الفهم يبقى سمع النص الألفاظ يكررها لكن لم يستوعب المفهوم ولا المدلول. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالحق من الله سبحانه وتعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يبقى ما زالوا في عتوهم وفي طغيانهم، كما لم يؤمنوا به أول مرة فكذلك مهما أتينا بالآيات فإنهم لا يؤمنون. ذلك
أن الله تبارك وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم ومنعوا من الانتفاع بحواسهم فلا يفهمون ولا يفقهون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا الأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لا فاسقين، لم يفوا بعهد الله بعهد الله سبحانه وتعالى، كما كان في أول نداء في سورة البقرة نادى به ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وكذلك المطلوب هو النفي بعهد الله سبحانه وتعالى. أفمن يعلم أنما أنزل لكم ربك الحق من هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذه من صفات العقلاء، إنهم يفوا بعهد الله سبحانه وتعالى ولا ينقضون الميثاق. واذكرنا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يبقى كانت اللعنة حلت على بني إسرائيل بنقضهم للمواثيق والعهود. لذلك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما قرأ في سورة الأنعام يبقى في آيات الوصايا العشر كذلك من ضمن الوصايا هو النفي بعهد الله سبحانه وتعالى، يبقى نفي بعهد الله سبحانه وتعالى. هذا من الصفات الأساسية للمؤمن أنه يفي بعهد الله سبحانه وتعالى ولا ينقض ذلك الميثاق أو العهد الذي أخذه عليه ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخذ علينا العهد بالإيمان وبتوحيد الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى إحنا ده عهد، عهد الله عز وجل علينا أننا نوحد الرب سبحانه وتعالى ونفرده في العبادة كما نفرده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قال: ووجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم حينتقل بعد ذلك الكلام عن موسى عليه السلام، موسى عليه السلام مع فرعون وموسى عليه السلام مع بني إسرائيل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دي الآية دي تلخيص للقصة كلها، الآية الأولى دي تلخيص للقصة ده إجمالا. ثم بعثنا من بعدهم من بعد أولى الرسل موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. عملوا إيه؟ استقبلوا الآيات دي إزاي؟ فظلموا بها، يبقى ردوا ذلك الحق. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، عاقبتهم كانت إيه؟ يبقى أغرق الله عز وجل فرعون ومن كان تابعا لفرعون. هذه قصة موسى مع فرعون. نهاية القصة أن الله تبارك وتعالى نجى موسى عليه السلام ومن آمن معه، وربنا سبحانه وتعالى أغرق فرعون ومن كان تابعا لفرعون. فهذه الآية آية ذكرت القصة إجمالا، بعد كده حيأتي التفصيل. ثم بعثنا بعدين موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه كانت العاقبة، يبقى دمر الله عز وجل فرعون وأيضا قوم فرعون هلكوا معه، ونجى ربنا سبحانه وتعالى موسى ومن آمن معه. بتأتي تفاصيل القصة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. يبقى احنا عرفنا نتيجة القصة نهاية القصة. يبقى القصة أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام بالآيات الدالة على صدقه وبالآيات الدالة أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه جاء بذلك الحق من رب سبحانه وتعالى، وعرض هذا الكلام على فرعون وعلى ملئه ولكن استكبروا وظلموا بها واستكبروا عن قبول ذلك الحق، فكان عاقبة هؤلاء إلى الدمار والهلاك. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى هذه قصة إجمالا تفاصيلها. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى دي كانت يعني بداية القصة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تفاصيل ما حدث بين موسى وبين فرعون وملئه. موسى عليه السلام يبقى قال إني رسول رب العالمين، فين الدليل على كده؟ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يبقى جاء بالدليل القاطع والبرهان الصادع أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عرض البينات وبينات كلها واضحة، فكان لزام على القوم أن يؤمنوا، ولكن الاستكبار منعهم من قبول ذلك الحق، حتى كانت المنازلة بين موسى وبين الصحراء. ونرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.